عجبك كهوتي يا عيب الشوق. يسلم والديك شرف ديك. تعرف يا بدر انا كتير متأثر انه سعادة راح تفكر عليها، بس اللي بيعزيني اني راح اطمن عليها وما عاد احمل همها لحالي. يا سيدي راح تحمل همها وهم جوزك كمان. لا يا رجل، بكره راح يكونوا اسره ويصير عندهم اولاد ويا دوب يتذكروني بالاسبوع مره. ليك هو وين والدنيا وين؟ حبيبي سعاد اتفقت مع جوزها انهم يجوا يسكنوا عندها. شلون شلون؟ ما بعرف، هي هيك قالت لي. بقدير بالك يجوا يسكنوا عندي هي واياك؟ لك شبك روي، ليك كيف الخطف لونها؟ لك يا بدر، انا طول عمري عايش لحالي وما بقدر اعيش مع حدا. بعدين سعاد لازم تحمل مسؤولية. تعرف انت سعاد بنت مدللة، وإذا ظلت عندي بالبيت لا يمكن بحياتك تتعلم أنها تحمل مسؤولية. والله ما بعرف شو بدي لك. بجوز معك حق. لا، وهداك الطرطور إياد ما صدق أنه قالت له يجوا يسكنوا عندي. لا تظلموا للرجال، سعاد ظلت تقنع فيه لحتى رضي. هلا أقنعته أقنعها سكني عندي ما في. يا روي يا روي يا روي، وطول بالك بلا ما تفكر سعاد إنك ما بدك إياها. لا يا رجل، شلون ما بدي إياها؟ لك هي بنتي الوحيدة. لك أنا عشت 17 سنة منشان ما خليها تعيش مع مرت أب. بقى هلا حضرتها بدها تكافيني إنه تجيب لي جوزها إياد يسكنوا معي. عامر حبيبي، هديك مرت أب مو جوز البنت. هذا صهرك، صهرك مسند ظهرك. شبنا لك أخي ظهري وأنا حر فيه وما بدي حدا يسنده. العشاء جاهز. الجانب كريم سيدة ضيوف مدرب السنغال. هي نفس تبعوت امبارح. بعدي من وشي بعدي. لك نفسها نفس اللعبة نفسها. ليك الأحمر عم بيلعب مع الأبيض وهلأ بده ينحط جول على الأحمر وراح تزعل مثل أول امبارح. لك هذا الأحمر غير هذاك الأحمر، فهمي؟ إيه ولو كان إذا ما أنا تتعشى رح يخسر. ها؟ إن شاء الله يخسر. شو يعني؟ أصلا أنا ماني مع الأحمر خلاص. بعدي هيك بعدي بعدي. شو بلاقيك عم تغير كتير أراءك هاليومين؟ هلأ أنت شو بدك؟ قلي لك شو بدك بعدي. بدي احكي معك بموضوع. بدك احكي وخلصيني. اياد بكره المساء جاي. حقير حقي. لك شو الحكم هذا؟ لك ما في تسلل. ليش طفيتي؟ لانه اياد بكره المساء جاي هو اهله مشان يحددوا موعد كتب التاب والعرس. اهلا وسهلا فيهم. افتحي التلفزيون الله يرضى عليكي. لك بابا هذا مستقبلي. لك يا بابا مستقبلك تحدد من وقت ما تعرفتي على هالشاب وانخطبتي له، والباقي كله روتوش وشكليات ما لها جنس الطعمه. افتحي التلفزيون الله يرضى عليكي. من شاني يا حبيبتي افتحي التلفزيون. يعني اذا الاستاذ عنده ناس ما بنشرب قهوه؟ ولو تكرم عينك استاذ، وانا حساوي لك اياها. انت راح تساويها؟ ايه انا. الك هنساويها ساده. ساده؟ بس انت بالعاده بتشربها حلوه. مظبوط، بس انت لما تساويها بتصير حلوه. ساده ساده ساده. نعم عامر. ايه عامر، وين انا؟ انا عم ساوي قهوة. عم ساوي قهوة؟ طيب الا لترجع على
قل لي وين هو انا بجيبه. يا عم انت ما رح تعمل الا هي بتعمل. لا لك اخي انا بجيبه. طب يا اخي هي شغله مو شغلتها خلص الا هي بس تجي تعرف وين الملل. طيب يا سيدي لا تجي لا تجي. تفضل استاذ. يسلموا هالايدين يسلموا. صحة وهنا. طمني عجبتك؟ الله احلى قهوه يشربها بعمر. صح وهنا. يعني الواحد بيشتهي يشربها كل يوم. خلاص تكرم عينك كل يوم بساوي لك قهوه. ايوه استاذ. وين ملف الحديد يا هلا؟ ملف الحديد عندي استاذ. شو عم يعمل هلا عندي؟ ليش ما جبتيه؟ يلا فورا فورا استاذ. أنا ماشي. قولي للأستاذ بدر يجي لعندي اليوم على البيت ضروري ضروري. ها تكرم أستاذ. باي. أهلا وسهلا. كيفك؟ تمام. شلونك سعادة؟ ماشي الحال الحمد لله. وين بابا؟ جوا تفضل. كان عندي اليوم بالمكتب وطلع من دون ما اشوفه. لك اهلين بدر. اهلين 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 وسهلين. شو هالطلي هاي؟ تسلم لي زبط لي هالجرافة عن النص. هلا جايبني على ملا وشي مشان زبط لك الجرافة. لب بس رح تخنقني. اوف الحقيقة عم زبط حالي لانه اهل والعياد جايين مشان شو جايين يا سعاد؟ مشان كتب الكتاب والعرس. مشان كتب الكتاب والعرس. طيب ليش ما استنيتني لحتى اطلع معك؟ الحقيقة خجلت من هنا. عود عود خجلت من هنا؟ ايه والله تستنى. ايه والله ليش بقى؟ يا سيدي ما خبرت على ملف الحديد. الله يصلحك ويهديك سببت لها بهدلة من كعب الدست. لا 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 الله يسامحك شو عم تقول؟ لك بنت مثل هاي ناعمة ورقيقة وحلوة ما بصير تتبهدل. ومين هاي الناعمة والرقيقة؟ أنا قلت نعمة ورقيقة؟ إيه أنت هلأ قلت نعمة ورقيقة. هلأ ليش شعراتك هيك؟ روحي رتبيهم هلأ بيجوا الجماعة. أي ماشي. هلأ أنت فهمني ليش هيك بتلف وبتدور مع بنتك؟ ماني فهمان. لك يا بدر ما بدي بين قدامها أني مراهق يا أخي. آه بين أنك مراهق. والله وبينت نواياك طلعت حاطت عينك على سكرتيرتي. شش وطي صوتها وطي صوتها. انت شو رأيك؟ ايه رأيي انا لا بيقدم ولا بيأخر. المهم هي شو رأيك؟ والله مزبوط. يلا بس هلا مو وقتها رح ألبس الجاكيت ونروح نجيب الجاتو. يا اهلا وسهلا. يا اهلا نورت ونورت اهلا 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 يا سيد عامر. اهلا 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 يسلموا يسلموا. الله يسلمك يا رب. تحتين هنا لديمة. تفضل يعيش ويديك. لديمة يا رب يسلموا الديات. تحتين هنا. تفضل تفضل بابا. يسلموا حبيبتي. تحتين. ايه سيد عامر الصالة جاهزة والكروت ما راسهم غير التاريخ وغرفة النوم بكرة تنزل. وين بدها تنزل؟ عندكم هون. هيك اللي هياد انه متفق مع المحروسة على هذا الشيء. ايه عمو اتفقنا انا وسيد. والله يا اياد الحقيقة كلياتنا بدينا حياتنا مستقلين. يعني الواحد بيحط مرته واولاده بهالبيت بيسكر عليه الباب وبيعيش بثبات ونبات. بس هي رغبة بنتكم يا ابو سعاد. بعدين انتو كان لازم تخبرونا من الاول لنعمل حسابنا ولو انه احب مقالبنا ابننا اياد يعيش بيناتنا. عفوا عفوا الحقيقه لا عندي ولا عندكم. هي شغله مبدا طبعا لازم يبنوا حياتهم بشكل مستقل. والله يا عمي هذا هو الحكي المزبوط. تفضل. شكرا لك يعطيك العافيه. أبوكي لا زاد قنب ليلك حتى في التيشة ما زاد. إيه لا لا مو مزبوط هذا الحكي. أصلا لا أنا ولا بابا بنقدر نعيش بعض على بعض. طيب
عم تقولي، بس الزلمه ما حكى هيك، بالعكس الزلمه بده يانا مستقل وهذا شيء منيح ومعه حق. إيه لا ما معه حق، اصلا هو عم يتحجج. يتحجج؟ وليش بقى بده يتحجج؟ لانه ما بده يعني يتجوز. لك صدقني مو قادره اني اقتنع انه انا وياه نعيش بعاد عن بعض. والله حاسك عم تحكي عن زلمه تاني. ابوكي زلمه واضح واكابر، يعني مستحيل يعمل هيك. خير خير شو بيه؟ صار وقت الغداء. ايه بنتغدى، بنطلب غدا هلا بنتغدى. ايه لا لازم اتغدى مع بابا. لك طولي بالك لسه ما حكينا. خلص بعدين بنحكي. دقيقة شوي سعاد، بترجاكي تعاوني معي. خلص رح اتعاون معك، والله رح اتعاون معك. لك انت شو هذا الحكي اللي عم تقوله؟ عجل انت صاير مراهق. نعم يا سيدي مراهق، بس انت اعطيني فرصة. لك فرصة شو؟ اعطيني فرصة اتعرف فيها على المخلوقة، يعني بركي. بركي شو؟ بركي بيصير نصيب. طيب انت شو بدك يعني الا؟ والله ما بعرف. شوف انت شو بدك الا؟ الا مثلا خليها تراجع معي ملفات انت عايز المسألة. ماشي ماشي لشوف. ما بقدر اشوف، المخلوقة رح يخلص دوامها هلا بتروح. خلاص انت اطلع اقعد عندها وانا بتصرف. هيك اولى. انت عند وعدك؟ اه عند وعدي. الله عليك يا عامر. طبعا لازم اعتذر، يعني انا تسببت لك بموقف محرج مع مديرك، انا اسف. ولا يهمك، حصل خير استاذ. لا 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 معلش معلش، بس يعني انا ما بعرف كيف صار هيك، والله ما بعرف. مدري كيف نسيت اني خبرك انه بده ملف الحديد. خلص استاذ ارتاح، مشي الحال مو مشكله. لا 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 لا، بس انا قلت له ما بيصير يحملك مسؤوليه الغلط. ارتاح استاذ ولا يهمك، مشي الحال نحلت القصه. انسي هنا. استاذ ما بدك ترتاح تقعد؟ انسي هنا بصراحه انا لما بشوفك بنسى كل شيء، لك بنسى حتى اسمي. استاذ إذا بتريد. إذا بتريدي أنت. هلا أنت ليش هيك عم تعامليني كأني؟ حاضر أستاذ. أنسي هنا، اليوم المساء بدي ملفات الخشب جاهزة. بس يا أستاذ. معليش اتصلي بأهلك خبريهم إنك ما رح تروحي على الغداء. يا أستاذ مو مشكلة غدا، بس ما بيلحقوا يخلصوا. هي الأستاذ عامر عندك، أصلاً الملفات اللي هو بيساعدك. حاضر بيكون عند ابو حسن. تفضل استاذ. شكرا شكرا. انا اسف، رغم لطفك ورقتك يعني بحس في بعيونك مسحة حزن عميقة كتير. عفوا يعني هيك بحس انك على طول زعلانة. استاذ خلينا نشوف الملفات. تركينا من الملفات. انا فهمت من بدر انك عايشه وحيده، عايشه مع امك بعد ما مات جوزك.
عفوا استاذ، ممكن اعرف ليش عم تسال عن خصوصياتي؟ انا الوحده صعبه كتير كتير كتير. انا بنتي الوحيده راح اتجوز بهاليومين وراح اصير مثلك وحيد. اصلا انا ارمل من 17 سنه وخايف عليكي تعيشي 17 سنه وحيده. عم فكر. لا تردي لا تردي، ما بصير، بركي الاستاذ بدر. الو اهلين. لا والله مو موجود. ايه اجى لعنده. لا لا ما طلع معه، هو موجود عندي. لحظة. الو اهلين سعاد. معك حق بابا، معك حق، كان لازم اتصل. ولو كان بابا، انا قلبي مثل النار عليك، حتى لو انشغلت. لا لسه ما اكلت، عم بستناك. شو ليش بتعرف اني ما بقدر اكل من دونك؟ لا لازم اطمن عليك، ما بيمشي الحال معي، التليفون لازم تجي. بابا عم بستناك، بدي اكل معك. يلا امرك امرك، انا جاي. يلا جاي. ناطرتك. ها خلاص خلاص بابا، خلاص خلاص. امرك امرك، انا جاي. يلا جاي وجاي جوعان. ها يلا يلا باي. لك ايه حكي، أول مرة عم شوفك عم تضحكي. يا إلهي ما أحلى هالضحكة، الله يخليكي لأمك، ما أحلى ضحكتك. يا با إذا صار اللي ببالي رح أخليكي طول عمرك تضحكي. أستاذ عامر خلينا نكمل شغلنا. لك أنا شغل، ها أنا شغل. ما في شغل ولا شيء، بس أنا يعني كان فكري إني أتفاهم معك. أو يلا 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 بخاطر. ها سلام ايديك. ايديك خير، شو بك؟ بصراحة استاذ بدك تسأليني عن عامر. تفضلي يا ابي تفضلي. استاذ انا بصراحة حاسة انه الاستاذ عامر بده شيء. بده شيء؟ مثل شو يعني؟ يعني ما بعرف، هو صار له كذا يوم عم يتلاطف زيادة وعم يلمح. عم يلمح؟ على شو عم يلمح؟ استاذ بدر بصراحة ما قال لك شو بده؟ قال لي يا ستي عامر رجل ما بيحب اللف والدوره، وله 17 سنة أرمل ما رضي يتجوز لحتى يربي بنته، وبنته بهالكم يوم رح تتجوز. فالزلمة مقرر إنه يقضي حياته مع شريكة عمره، يعني عم يدور على بنت الحلال. ايه وأنا شو دخلني؟ شو أنا؟ عم قلك عم يدور على بنت الحلال. أنا من الأخير عامر مقرر يخطبك، شو قلتي؟ بعدي هيك خليني شوف. اوف
بيرتا صور في الريكس جري نتيجة بعد إلى خافير أكينو. ألو ألو جول 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 بابا قلت صوتك شو والله ماني عم بسمع جول جول ألو أهلين أهلين وسهلين ماشي حالكم صلى وكيلك متول وقت صغار ما بضوش كمان والله أصغري موت يلا تكرم عيني بابا أبو هيثم أبو هيثم الو ايه مش عم تقول اكيد اكيد برافو عليك يا ابو هيثم يا ابو ضاي برافو برافو شو بابا شايفتك مبسوط لك ايه بابا ايه مبسوط مبسوط كتير 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 لا 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 حبيبتي انا 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 الو ايه ابو هيثم ايه ايه اوكي اوكي طيب 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 هلا تعطيني الرقمين والمباراه محل شاعري وعم نسمع أغاني عبد الحليم حافظ ايه 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 انا بحب عبد الحليم حافظ كتير 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 تركيبتي العاطفية بدأت مع أغاني أنا من هلأ عازمك على محل نسمع فيه أغاني عبد الحليم حافظ موافقة؟ كونتي يسجل في مرمى المكسيك ويسجل سامعك سامعك ليكي في ناس بتصنعوا طريقة الحكي وبينقوا كلمات كتير منمقة بس أنا لا أنا هيك على طبيعتي بحكي على طبيعتي مشان هيك أنا أنت شو؟ قوليها أنا قوليها أنت شو؟ ما كنت بدي أقول شي قوليها أنا قوليها لك قوليها لا تغزلي مني تعرفي أنا حاسس حالي أني بعرفك من 100 سنة وأنا كمان بصراحة أنا مرتحت لك كتير بس يعني حابة اتعرف عليك أكثر. رح تتعرفي منيح لك انت بس قولي ايه بس قولي ايه وتلاقيني هلا فورا عندك بالبيت هلا هلا الساعة 2 لك ايه الساعة 2 ايه يا ريت يا هنا ما تغيبي عن عيني ولا لحظة بصراحة انا انا ما عاد اقدر اعيش بدونك انا حابب اطلب ايدك باسرع ما يمكن نشوف البيت بتروحي انت وخطيبك اياد تتغدوا سوا وانت وين رح تتغدى لك شو بدك فيني انا روحي انبسطي انت وخطيبك
ايه ماشي لكان خلينا نلحقه لابو هيثم. شو دخل ابو هيثم؟ مو انت حكيت معه امبارح؟ ليش حكيت معه؟ مشان يجي معنا اليوم. انا؟ يا الله منك على العادة يا بابا، ما كنت تبطلها. مو انت حكيت معه امبارح وقلت له يجي معنا اليوم؟ بالعلامة كنت عم تتفرج على المباراة. هدول الفريقين الاحمر والابيض وفوق منه كمان دق لك تليفون تاني فت على الاوضة وحكيت انت ايه المباراة يا الله. والله نسيت. بتعرفي اني نسيت. يلا لكان خلينا نلحقه. يلا 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 مرحبا. اهلين اهلين استاذ عامر. الحمد لله. صحتك؟ الحمد لله. بنتي سؤال. يا اهلا وسهلا. الان سهناء سكرتيرة الاستاذ بدر. تشرفنا بحضرتك. اهلين. انا ماني شايفتك من قبل. انت جديده هون؟ يعني انا صار لي تقريبا شي 3 4 شهور هون. الظاهر ما انتبهت لك. عفوا الاستاذ عنده اجتماع. بابا سعاد. ما بيصير هيك. أنا سيهانا، خبري الأستاذ إنه نحن هون. تكرم أستاذ. هلا أنا سيهانا، بتطلعي قد إني. شو بك بابا؟ شايفك مرفزي، شو القصة؟ ما في شي. بس هيك ما حبيتها. أهلين بعروستنا الحلوة. أهلين عامر. أهلين بدر. يلا أمشي معنا أمشي. سعاد بدها تفرجيك بيتها الجديد. مشان الله لا تواخذوني يا جماعة، بس أنا عندي وفد كوري وما فيني أترككم. شو هذا وفد كوري؟ الله يعطيك العافية على راحتك، يعني نحن ما فينا نضايقك. بالله شلون مشيتي له هي؟ مشيتيها بسرعة؟ هلأ كنتي مصرة أنه يروح معنا؟ عنده شغل، شو باخده بالزور؟ طيب سامحوني يا جماعة. ولا يهمك. باي هنا. يلا بابا يلا امشي. هلا يا بكون عم بستناك بالشارع. يلا بابا. هذا المطبخ. بسيطة لك بنتي، ما في غرفة سفرة، سيروا تاكلوا بالمطبخ. ماشي الحال عمي ماشي الحال، البيت كبير وضاوي. هذا البيت شرقي قبلي كثير ظريفة. اصلا انا ما بحب الشمس. ايه شو بكون ليش هيك عم تطلعوا فيني؟ عيوني بتتحسس من الشمس. يعني ما عجبك البيت؟ لا. شو هالحكي؟ البيت ممتاز هيك بنتي. ما حبيته، ما بقدر اعيش ببيت اول مرة بفوت عليه ما بحبه فيها، واسكن فيه كل عمري مستحيل. طيب يا بنتي عندي حل، انتوا بتسكنوا ببيتنا وانا بجي بسكن هون. ايه لا. كمان بيتكم في مشكلة فيه؟ لا. بس يعني هذا بيت لبابا ما بيصير. الله وكيلك الله وكيلك، هذا البيت تركه لإلي بس إياد عزيز علي، فرجيتكم يا تسلم. لا تضربنا منية، ما رح ناخده. بس البضاعة بدها تكون عنا قبل يوم الاثنين. أوكي اتفقنا، مع السلامة. مرحبا. أهلين يا هلا. أنا كثير آسفة على اللي صار اليوم. لا مو مشكلة، حصل خير. انت أبشيني مع أحلاك. لك أنا كتير 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 مبسوطة، مبسوطة لأنه بابا أخيراً رح يرتاح. وين بده يلاقي أحسن منك؟ وين بده يلاقي أحلى منك؟ جمال وحسن وأخلاق. لك وبيحبك كمان. لك يا ريتك تحبيه مثل ما بيحبك. ما بتتخيلي قديش بابا تعذب بحياته بعد أمي، بالذات مع هي فتحية اللي ما بتتسمى. يا لطيف شو كانت قارحة وقوية. هلا أنا ما كان بدي إياها، بس ما كان فيني أقول لبابا لا. أنت فيك تقولي لأبوكي لا؟ لا لا طبعا. بس مين هي فتحية؟ ما حكى لي عنها. أكيد ما رح يحكي لك عنها، ما أحلاه يحكي لك عنها. مو لأنه كذاب لا سمح الله لا، بس يعني لسه ما صار الوقت المناسب إنه يقعد ويحكي لك هدول السير والقصص. أنت بالعكس هلا لازم تحسي بالحماس أكتر، لأنه أنت هلأ صرتي بتعرفي قديش بابا بيحبك، ولازم تطمني على حالك معه. والأهم من هذا كله أنك ما تتأثري بالحكي اللي أنا حكيته. وبدي أطلب منك طلب، يعني هذا الكلام اللي قلته خليه بيني وبينك ماشي؟ حبيبتي أنت، ما في داعي بابا يعرف. أنا
سعاد؟ يا سعاد؟ ايه بابا؟ بابا اياد لقالك بيت مثل ما بدك. ايه والله يا سعاد مثل ما بدك، بيت كبير وضاوي، شرقي غربي شمالي جنوبي، وفي غرفتين نوم مشان تنامي وين ما بدك، تنقي وتستحلي يعني. ايه ممتاز. منيح لكان. طيب شو رايك نروح نشوفه؟ ايه بس مو اليوم. ها وليش مو اليوم؟ لانه رفيقتي شايفت لي بيت ورايح اشوفه. ممتاز، خلينا نروح نشوفه سوا. لا وليش لا؟ لانه هي رفيقتي يعني، كيف بدي اقول لك، هيك بتخجل كثير بتستحي يعني. يلا بخاطركم، مع السلامه. لا فالح ما شاء الله. فالح اذا من هلا ما عم تعرف تمشي كلمتك عليها، بعدين شو بده يصير؟ شو بدي اعمل يا عمي؟ الواحد بده يطول باله شوي. بعدين سعاد كيف بدي اقول لك يعني، هيك عندها خصوصيه لازم طول بالي عليها شوي. ايه بدك ما تواخذنا. وكانت زتت حالها من الشباك لو ما لحقتها باخر لحظه. بس ما بعرف يعني، حاسستك انت غير. بارح انا وبابا كنا عم نحكي عنك، لو تسمعي شو حكى عنك، حكى عنك كثير كلام مختلف. انا بنته بحياتي ما سمعته عم بيحكي على حدا بهي الطريقه. قال لك شغلي، انا قلبي حاسسني انه هي رح تكون جواز الدهر. انا مالي غيرك، ما في حدا غيرك ممكن يساعدني اني حافظ على بابا من مزاجه الخاص. شوفي هنا، احكي لي. ما في شيء استاذ، بس تعباني شوي. اكيد استاذ، انا حابه اني اخذ اجازه يومين اذا بتريد. هلا بس يا هنا، نحن عندنا شغل كثير. مو مشكله، انت اعطيني الاجازه وانا باخذ معي الشغل على البيت. عامر له علاقه بهذا الشيء يعني؟ ساوى معك شيء؟ الرجال ما ساوى شيء، على سلامته. لك استاذ اذا بتريد اعطيني الاجازه بدون ما تسال. أنا قبل ما أكون مديرك نحن أصدقاء، ما هيك؟ وإذا عامر ساوى معك شيء أو غلط معك بشيء خبريني، أنا بعرف أخذ حقك. أستاذ بدر إذا بتريد، أنا مو حابة أحكي بموضوع. وأنا ما رح أعطيك إجازة إذا ما بتقلي لي شوفي. إذا هيك لكن أنا مضطرة أترك الشغل. لا طولي بالك، خلاص بعطيك إجازة، بس يكون بعلمك أني أنا زعلان منك كثير لأنك ما حكيتي لي. يا أستاذ بدر مشان الله فهمني، يعني زلمة ومتقدم لخطبتي ما بحق لي إني فكر بدي فكر؟ بلا بحق لك. بدك شي أستاذ؟ سلامتك. يا عامر اترك كل شيء من ايدك وتعال عندي فورا. لك تعال عندي لعن ابو المباريات. هنا شكلها فقست. ايه الو سكر وشي. اذا ما قلت لي وين رايح رح روح معك. سعاد لا تخلي هذا يطلع براسك، انا معك تتحمل حالي. هلا انت مو قلت لي انه ابوي سمو اللي حكى معك؟ ما دخليك. ما دخلني؟ طيب ماشي، انا رح احكي معه. سعاد بابا انا قلقان عليك كثير. يلعن ابو هالحظ اللي يلعن ابو هالحظ. وين رايح هلا؟ بس لك قلت لك ما دخلك، قلت لك ما دخلك، خلاص تركيني بحالي. مش قلت رايح عليك؟ يا الله قسما بالله اذا كنت عم تمزح قتلك. هو عود لا تقتلني ولا بقتلك ولا بتقبرني ولا بقبرك، خلينا نفهم شو صاير. عود لك لي شو في. انت شو عامل مع البنت؟ انا شو عامل مع البنت؟ ايه شو هالسؤال السخيف هذا؟ يا سيدي اجت لعندي وطلبت اجازه يومين،
قالها انه بدها تفكر بموضوعك. ايه شوفيها حقها. انت لو شفتها مثل ما انا شفتها ما كنت حكيت هيك. ايه شو يعني؟ ما بعرف. لا تاخذ منيها لا تاخذ، بس شكل البنت صرفت نظر عن الموضوع. صرفت نظر؟ وانا يا حبيبي شو القصه هيك؟ هلا بدي احكي معها وافهم منها شو صار. لك طول بالك طول بالك، لازم نفهم شو اللي صار لحتى نقلب دماغها هالقلبة. لك اخي ما صار شيء، الله وكيلك ما صار شيء ولا شيء. هلا انا لازم اروح وافهم منها شو صار. قوم معي. لك عود عود، بدك تجنني عامر شباك. لا انا ولا انت بدنا نروح، نحن لازم نترك البنت تفكر. ما هي طلبت، بدها وقت لحتى تفكر. لا ما بيصير هيك. لا امتى بدها تفكر؟ ها لازم نعرف لازم نفهم. لك شو هو اللي ما بيصير؟ اللي بيصير انه لازم نتركها تفكر. شباك لا تجنني. هيك رايها وما في غيره راي. طيب امري لله ونعم بالله. الو اهلين بدر، ما اجيت ولا حكيت؟ خلاص بدر خلاص، من شان الله لا تزيد علي. خلاص ايه ايه. طيب طيب بابا ما بدك تفطر؟ لا ما بدي شيء ما بدي شيء. أنا ما عاد فيي أصبر أكثر من هيك. ما بصير نروح لعند الجماعة بدون موعد. لك أخي هي قصة ما بدي موعد. هي حكت معك هالفترة شيء؟ لا. وأنت؟ أنا كل ما بتصل فيها تطلع لي أمها. أمها بكي. تفضل يا سيدي. هي صار لها يومين غايبة زيادة عن الإجازة اللي أخذتها. أخي ما بنقدر نروح ما بنقدر. لسه قلني ما بنقدر، لك قلني ليش ما بنقدر؟ ولك يا عمر يا حبيبي، القصة واضحة، البنت عم تتهرب منك. شو يعني؟ ما بعرف، قلبي محسسني إنه صرفت نظر عن الموضوع. صرفت نظر؟ وأنا؟ ما بعرف شو صاير، بس قلبي محسسني إنه أنت عندك الجواب. عندي أنا؟ لك أنا ما بعرف شيء. وحياتك ما بعرف شيء، كنا مثل السمن على العسل. ونروح لعندها، وإذا ما بتروح أنا راح أروح. طول بالك يا أخي. لسه بيقلي طول بالك طول بالك. أخي قوم روح لعندها وفهم كل شيء بالحرف الواحد، وبتقلها إنه مشاعر الناس مو لعبة. الرابعة كان اسمه نجاح. هلا هي نجاح ما قدرت تفهم على بابا كتير منيح، مشان هيك يا حرام آخر شيء يعني صار معه انهيار عصبي ودخلت على مستشفى مجانين. بس الخامسة كان ظريفة كتير، كان اسمها رؤى. هي بتذكرها كتير منيح، كانت كتير 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 طيوبة، وحرام حاولت تداري لبابا على قد ما بتقدر، بس ما بعرف شو صار لها آخر شيء. مسكينة عقلها ما عاد جمع، صارت تفكر حالها برجيت بردو، صار معها انفصام بالشخصية. ايه بابا ايه، والساسة حاولت تقتلني بالليل مو هيك؟ خلصنا يا جماعة القصة، ما بدي لف ودوران. سعاد شو بنا؟ خلاص أنا من الأخير وباختصار، سيد عامر طالب إيدك على سنة الله ورسوله، وراح تكوني السابعة.
سابعة ولا الثامنة؟ والله اسأل سعاد. شو سعاد؟ ما بتخلص حكاياتنا